ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه 18 بالدورة الخامسة العديد من المقترحات والتوصيات التي تهم المصالح العامة لسكان الدوائر المختلفة. هذه مقترحات تنقل من المواطن لأعضاء المجلس، أعضاء المجلس ينقلونها للمجلس وتطرح من ضمن اختصاصات المجلس ومن ضمن مواضيع تطرح في المجلس وتتناقش وترفع توصياتها للمسؤولين في الجهات، مسؤولي وزارة البلدية سواء كان في الجهات الثانية. الملفات المطروحة على الجلسة تمثلت في توفير الأدوية والتحصينات اللازمة للثروة الحيوانية وتوفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان وإنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة وموضوع الشوارع الخدمية في منطقة بوفنطاس. نحن اليوم في المجلس البلدي لدينا موضوع جدا مهم يعاني منه أهل الحلال اللي هو نقص التحصينات للثروة الحيوانية. طلعنا بتوصيات لتوفير هذه التحصينات والتأكد من أن السوق يتواجد فيه جميع الأدوية والتحصينات. أيضا لدينا رد من سعادة وزير البلدية بخصوص إنشاء حديقة بين الخور والذخيرة، ولله الحمد تمت الموافقة على تخصيص أرض بمساحة لا تقل عن 45,000 متر مربع، وهذا راح يخدم المدينتين وجميع القرى المحيطة بالخور والذخيرة. أيضا لدينا موضوع تطوير منطقة أبو فنطاس، ولله الحمد تم البدء بأعمال إنشاء الشوارع الخدمية. المجلس استضاف في اجتماعه المسؤولين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات النسخة 13 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر 2016. سعادة الوزير قام بجولة في أجنحة المعرض الذي أثبت دوره كمعرض البناء الرائد في منطقة الشرق الأوسط. كما رأينا هناك مشاركات من جميع أنحاء العالم واهتمام في السوق القطري وتواجد هذه الشركات العالمية في السوق القطري. أغلب الشركات اللي رأيناها هي لأول مرة تأتي هنا لتبحث عن فرص، لإدراكهم بأهمية التواجد في هذه المنطقة وخصوصا في دولة قطر، وخصوصا أن دولة قطر تعد من أفضل المناخات الاقتصادية والاستثمارية في العالم، حيث صنفت من ناحية التنافسية رقم واحد أو الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا 14 حول العالم. المناخ الاستثماري والاقتصادي في قطر واعد، والنمو هنا أعلى من النمو المعدلات العالمية، والمشاريع كما ترون قطر المشاريع الآن ماشية في جميع الاتجاهات في جميع المجالات من المواصلات والبنية التحتية والشوارع وغيرها من المشاريع. المساحة وعدد العارضين نقاط قوة تحسب للمعرض، حيث يغطي مساحة 30,000 متر مربع موزعة على 5 صالات، فيما بلغت الأجنحة 18 جناحا تضم مئات العارضين من 37 بلدا. الشركات القطرية كان لها حضورها البارز رغم قوة المنافسة وكثرة العارضين. ما في شك أنه المعرض بروجكت قطر من أهم المعارض اللي تقام بدولة قطر على الإطلاق، يعني بصراحة لا هو في عدد المشاركين، لا في طريقة التنظيم، لا في الأهمية وأهمية الموضوع بالنسبة للاقتصاد. اقتصاد دولة قطر اليوم وكثير من ميزانية دولة قطر نصيب الأسد فيها يذهب إلى قطاع البناء والتشييد، فلذلك هذا المعرض يأخذ صراحة أهمية. بالتالي إحنا كذلك في الشركة القطرية الصناعة التحويلية، وإحنا نعكس اقتصاد دولة قطر في بورتفوليو فيه مجموعة مصانع في الشركة القطرية الصناعة، تقريبا 10 مصانع مرتبطة بمواد البناء، فلذلك يجب أن نتواجد دائما، نتواجد في هذا المعرض على أساس نقول للشركات العالمية، شركات الكونستراكشن، الاستشاريين للسوق المحلي والسوق العالمي، نقول له نحن موجودين بمنتجاتنا.
اليوم الأول من المعرض جذب العديد من الزوار المهتمين في مجال البناء، فيما يطمح منظمو المعرض أن يتخطى عدد الزوار 35,000 خلال الأيام الأربعة. والله المعرض كويس وأحسن من العام، وفي شركات أجنبية كثيرة في فرصة عمل والاتفاق معاهم، وإن شاء الله يكون اتفاقات طيبة إن شاء الله. بروجكت قطر ليس مجرد أجنحة وملصقات وعروض، بل هو أكثر من ذلك، حيث يستضيف ورشات عمل وسلسلة مؤتمرات أعمال ومعارض صغيرة على هامش المعرض الرئيسي. إعلامي غير شكل، اسم يستوقف سامعه، وهذا هو المطلوب من معرض أصبح فعالية سنوية ينتظرها الكثيرون. أما الغاية منه فهي إبراز المواهب الإعلامية لطالبات وطلاب قسم الإعلام على اختلاف فروعه وتخصصاته، وتمكينهم من التعرف على مجالات العمل المتاحة في الإعلام المحلي، فضلاً عن إكسابهم فرصة الاحتكاك بشخصيات إعلامية بارزة. أهمية المعرض الذي يستعد لنسخته الخامسة تكمن أيضاً في أنه يسهم في توعية الطلاب بمجالات العمل المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلام الجديد وغيرها، بخاصة أن الكثير من الطلبة على وشك التخرج وخوض معترك الحياة العملية، وهو يتطلع إلى دور له في إثراء العمل الإعلامي في الدولة، ناهيك عن عرض التخصصات الأكاديمية في قسم الإعلام بشكل جذاب غير تقليدي. يشار إلى أن المعرض من تنظيم نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية وتحت إشراف قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر. التقاعد هو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للموظف، لكن لا يعني نهاية الحياة، فطاقات الإنسان لا حدود لها، ولأن سعادة الإنسان تكمن في عطائه، نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان فعالية بعنوان بسواعدكم نبني الوطن، والتي تهدف إلى تعزيز صحة النفسية لدى فئة المتقاعدين من أجل حثهم على الاستمرار في العطاء. اليوم طبعاً عندنا النشاط النفسي بسواعدكم نبني الوطن للسنة الثانية على التوالي تحت شعار سعادتي بعطائي. اخترنا فئة المتقاعدين وكبار السن اللي وصلوا إلى سن 60 بعد انتهاء العمل، كيف ممكن يخططون لحياتهم صح؟ شنو يسوون عشان تصير حياتهم كلها عطاء وسعادة؟ بنقدم لهم ورشة إن شاء الله، أنا بالاشتراك مع الأستاذ خالد صالح مدير مركز الراشد للتنمية الاجتماعية، وأيضاً عندنا معرض مثل ما أنتم شايفين. المعرض بيكون فيه فرص للتطوع لكبار السن، يعني كبير السن إذا تقاعد شو يسوي؟ هل يقعد في البيت؟ عنده طاقات، عنده إمكانات ممكن يبثها من خلال مؤسسة أو مركز تمكين ورعاية كبار السن. اليوم إن شاء الله من الفعالية يعرف إن سعادته بعطائه، ومهما هو تقدم في السن في عمر حيوي للإنسان اللي هو يقدر يعطي فيه ويتم بسعادة بإذن الله وصحة نفسية. يذكر أن إحسان تنظم هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي، وهي تأتي في إطار سعيها المستمر لإطلاق العنان لقدرات كبار السن، ليكون التقاعد بداية لمرحلة جديدة من العطاء. دعماً للجهود الرامية لتطوير وتنمية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، عقدت شركة ميرسك للبترول وأبحاث التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مؤتمراً صحفياً أعلنت من خلاله التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لحوت القرش، والذي يعقد لأول مرة في قطر في الفترة من 16 وحتى 18 من مايو الجاري. احنا عندنا أكثر من 400 في التوثيق، عندنا أكثر من 400 قرش، يعني حالياً إحنا يمكن عندنا اللي موثقينهم يعتبر إيش رقم عالمي أو الأول في العالم، بالإضافة إلى أن إحنا نجحنا في أشياء كثيرة، مش بس
القرش الحوت. المنطقة اللي فيها القرش الحوت غنية جدا كمخزون سمكي، كمنطقة لتزاوج عدة أنواع من الأسماك. صار عندنا يعني داتا بيس كبير جدا للأسماك القرش وأنواع أخرى، اللي هو يعني سوينا داتا بيس في باركودينج اللي هو في الدي ان اي حق بيض الشنعد وبيض الأسماك الثانية اللي موجودة في المنطقة. بالإضافة إلى أن إحنا يعني من ضمن الدراسة دي درسنا التيارات وعرفنا ليش أكثر الأسماك تبيض هناك، بسبب أن التيارات عملت تعديل في درجة الحرارة مناسب لتزاوج الأسماك. يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 100 مشارك من 28 دولة بينهم علماء بيولوجيون ومتخصصون في مجال البيئة إلى تأكيد رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال حماية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي.